وموقفنا واضح وعلى الامريكان انها موجوده. اذا تدخلوا نتدخل بكل وجود. اذا لم تدخل الامريكا علنا في هذا المعركه كل الاهداف نعتبرها حلال نستهدفها ولا نخرجها من الاستهداف. وعليهم ان يوقفوا الدعم لهذا التيار الصهيوني، وعلى الدول الاوروبيه ان تفهم ذلك، وعلى الدول العربيه ان تؤمن بان القضيه الفلسطينيه منتصره لها. الدول العربيه شويه سرعتها شجاعه، تبطل هذا الجب، هذا الخوف. هذا لو هاي الدول العربيه تقول اذا امريكا دخلت احنا ندخل، اذا امريكا دعمت اسرائيل احنا سندعم الشعب الفلسطيني. اكو واحد في داعي يقولها؟ والله تتوقف امريكا وكل العالم عن دعم هذا الكيان الصهيوني.